اقول شكر بقى. يوم الثلاث اللي فات دخلت كده اعمل اجراء طبي منظار علشان كان عندي مشكله في مصاريني، وفي الحقيقه حطيت صورتي على الصفحه بتاعتي الشخصيه في الفيسبوك وانا في المستشفى، وجالي اكتر من 100,000 رساله. تليفوني من يوميها ما بيبطلش يرن، تليفوني، تليفون اصحابي، تليفونات صحابي، تليفونات تليفونات كل اللي بيشتغلوا معايا في البرنامج. فانا بشكر كل الناس اللي سالت عليا. انا عندي في القولون ورم، وان شاء الله يعني بعد رمضان كده بكام يوم، اول اسبوع في رمضان هشيله، وهو ورم مش حميد، هو ورم خبيث. وانا طول عمري ما بيجي لي هنا ناس في الـ في الـ في الـ في البرنامج وبيبقى عندهم فايترز بيحاربوا السرطان او بيحاربوا الكانسر، ودايما بقويهم واشجعهم واقول لهم انتوا خلي المرض يقويكم ما يكسركوش وكذا وكذا وكذا. في بعض الناس هنا اول مره يسمعوا الكلام ده دلوقتي معايا في البلاتو، فانا شخصيا كنت دايما بقول ان السرطان زيه زي الانفلونزا. فانا اتحطيت في الاختبار ده من ربنا، وربنا بقدرته هيخليني قوي جدا، عشان كده نازل بشتغل. انا مش حاسس ان انا عندي حاجه لان هو مفيش وجع في الحقيقه. هنزل اشتغل وهعمل حلقات رمضان وهعمل كل حاجه، لان بالنسبه لي العمل عباده. وبالنسبه لي انا لو قعدت في البيت ممكن اكتئب، فانا بنزل بشتغل. وبقول لاي حد دلوقتي شايفني من اللي جم عندي في البرنامج، هم كتير قوي، سواء الاطفال سواء السيدات اللي كنا بنجيبهم اللي عندهم بريست كانسر او اي حد مريض كانسر، انا اتحطيت في الموقف اللي انت فيه. ولما اتاخدت مني العينه قعدت مستني المعمل هيتكلم يقول العينه دي فيها ايه والكلام ده كله، اتحطيت في نفس الموقف، ما تهزتش، قويت، نزلت شغلي بتعامل عادي جدا وفرحان وسعيد بالمرض اللي فيا، وعارف ان انا طبعا بايماني بربنا وبقوتي وبالناس اللي حواليا كلهم هعرف اسفلته وهقضي عليه في اقرب وقت ان شاء الله. فمره تانية انا بشكر كل الناس اللي اهتموا، وهم انا اتخضيت من حب الناس ده، حتى اللي مش بيحبوني قوي مش بيستظرفوني قوي بعتوا لي كلام حلو قوي، فانا بشكرهم بحييهم، وان شاء الله نشيل الورم ده ونقضي عليه ونرجع نبقى زي الفل، وانا زي الفل الحمد لله. ومره تانية بشكركم. نسمع بقى اغنيه، وبعد الاغنيه دول بيحيوا الكانسر اللي في بطني في الغالب. طيب